الأربعة 11 دقيقة على في محل راديو هذه العبية اللي تجيكم انت حتى للخمسة متاع العشية. مساء الخيرات، مساء الأنوار للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا. نسلموا برشا على الناس اللي تابع فينا على الباج فيسبوك راديو اف ام ولا على شان اي اف ام تي في على اليوتيوب مع اتصال تونس كالعادة. والله لا يقتلنا عادة مع ان حد يروح متغشش. شعارنا اللي بدينا به، شعارنا اللي ان شاء الله باش نواصلوا به تيلة الموسم، اتوال 600 اتوال واحد دياس، اتوال 600 اتوال واحد دياس، كود ستانس تو بي، كود الفرحة، كود الربح، كود الالف دينار كاش. كان تكون واحد من المدبرين اللي شاركوا معنا لايف كيف كيف، 20 مليون يستناو فيكم. ينعم 20 مليون يستناو فيك انت، كان اسمك يخرج في القرعة الكبرى. هذا من كل من اهدى اتصالات تونس. حلقة الجمعة 22 نوفمبر 2024، جمعة مباركة على الجميع، إن شاء الله بالخير على بلادنا، وإن شاء الله يا ربي يحمي أخواتنا في فلسطين ولبنان، إن شاء الله ربي يحميهم وإن شاء الله ربي معهم. فرحان برشا إنه يكون موجود معايا الصديق العزيز الكوميدي صاحب الصولات والجولات في الكوجينة حلفة تونس. مانيش عارف اليوم مش باش تطلع لي من طلعة جمال سيسي. عسلامة جمال. عسلامة وليد، عسلامة الناس تسمع فينا ولا تتفرج فينا على اف ام تي في. والله البارح، والله ويشهد علي يا ربي، فما امراه ام صديقه قالت لي بالله يقول له كت خلويذ اللي يحكي فيه شنو؟ وش خلويذ؟ هذاك اصاله وتفتح. اصاله وتفتح، اصاله مصري يعني عرفتك. انا حبيت نحط لك الفخ هذه خاطر هذه ضمار عام 60 على ذاك، خليتك تطيح في الفخ والتفتح. معناتها خاطر شوف الكوجينه تو، هذيك الكوجينه مثلا مدفونه. من بعد انت المدفونه تحب تعمل باهي، تو عندنا صديقنا مثلا اي وعنده ريستورون، مش نقول اسمه باهي باش ما تقوليش بيبيسيتي، يعمل لبلبي بالكروفيت. هاي سي بلاي زي بلاي، والله حبيت منير بلاي 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 زي، والله بنين بنين برشا كل كروفيت ايام تاعو. هاي بدات بدات تعمل في القصف العشوائي من الضفه اللي من غادي كروفيت هذيك حاجه اخرى ان شاء الله نهار بدي تخلويه بدي الراجل صايي العمر والعمر ربي تو اللبلبي قبل كانت في تونس معنا في قديم الزمان، تقول انت اللبلبي يعملوا اللبلبي يحطوا فيه طن. لا طن احنا زدناه صحيح، ما فوالا ماكله الفقراء ما زدنا الطن معناها حاجه ما مشيت مشيت كي البريكه معناها كانت بريكه باللحم المفروم مش بالطن جمله، خاطر الطن كان غالي برشا وارمع من الناس من تاكلوا في البلاد الحقيقه معناها. يعملوا بريكه بالكروفيت بالكروفيت صحيح. باهي جمال باهي نعمل كا وقناتك ثم البريك تو بالصومون ماشي موجود صومون في مي صومون في مي. لا لا بريك 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 بعضها مروضه سوي تحكي على سوابع فاطمه بالصومون، هو اسمه سوابع فاطمه وبالصومون. الحمد لله سيد المخرج انتو كاد رب صحاين تونسي قبليك كيف تجوب العظم تحيل دليبي. فرحان برشا انها تكون موجوده معايا اليوم اللي جاي باش تيح لك الريق نتاعك، وجايب لكم مفاجاه نرى بعد شويه. جبت لكم مفاجاه اليوم بالذمه ليكم انتم. مريم شاملي عسلامة. مريم عسلامة وليد، عسلامة جميل، عسلامة شاهوينك. الحمد لله صفا في فورما تساند فيه انت في الكروفاتية وبناوية بالكروفات تمخميخ، دونك اي حاجة جديدة نحب نجربها. لا نحب تمخميخ، فما فرق بين تحب تمخميخ وبين تبلبيس. لا نجم نجربين نجرب مقناوية بالكروفات علاش ليه؟ يا ربي صبرني ربي سمح لي. تحسن الملوخية مثلا فهمتي على خاطر لازم تبدا بودر في مصر يطيبوها بالاوراق. لا 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 علاقة، ما عنده حتى علاقة ببعضه، لا علاقة ببعضه. ذقت الملوخية في مصر انت؟ ذقت ما فيها ما يتاكل. للأمانة ما فيها ما يتاكل بارابور الملوخية نتاعي انا سوب يعملوها سوب يعملوها كي البرود ولا كيف. راهي بنينة راهي بنينة. البارح عيد ميلاده، البارح عيد ميلاده يا اخي. اليوم جاي حاب يقول لكم ميرسي بوكو، فهمت صديقنا مليك يا اخي. انا قلت له اش قولك تحضر معنا انت اليوم فهمت، لعل وعسى يعاونكم انتوما ما دام دخلت في مرحله قناوي بالكروفيت. وليت نستعمل لك خويا الجينيراسيون الجديده، فماشي ما يرجعوك للسكه والثنيه. مليك معالي عسامه مليك سلمت قويلي، طلع لك الميكرو الساعه وقويلي صوتك، ما كنت طلع تا اول بر. وينك مليك؟ كل عام انت حي بخير. سال بير عيد ميلادك وعملنا لك عيد ميلادك لهنا. ميرسي يا اخي. انا قلت لك باش تحضر معنا كرونيكور اليوم. ها فرشت فينا البارح كامل كي بوكم وعملوا لك ديديكاس. اي اي باه
عاودنا لك اليوم عندنا برشا عيد ميلادات راه اليوم سيد علي اليوم رابخه اليوم باش تشبع وطالبين بالذمه وليد توفيق راهو ايوا انزل يا جميل على الساحه مليك شنو احوالك في الثقافه العامه لاباس تحب تعاون عمك جمال ولا تتا مريم هو بحذاه اللي يجي لا 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 ما تقوليش اللي يجي قوي لي صوتك وقول لي شكون تحب تعاون هكا وانت بثقه في النفس شكون تحب تعاون عمي جمال ولا تتا مريم تتا مريم يا خويا فاهم العمليه بلا عاون فيك الوان بلا انت عاون فيك الوان بالزيد تهبلوا طفل مازال طالع جديد في راي عن الشباب والطفوله انا ديجا خفت منه على خاطر عنده صحوه ضمير وفكر معناها يعرف انت فين يمشي وين ماشي صحيت مليك مليك كل سؤال ولا كل حاجه تحب تدخل فيها المكروقه الاخر المكروق محلول اتفقنا صحيت جمال سيسي حاضر المباراه حاضر وباش نلعب حاضر المباراه حاضر انا عيد ميلاد سي سي المخرج اليوم عيد ميلاد سيد المنتج سي انيس العبيدي كل عام تاعك بخير لا بي بيرثدي ان شاء الله 100 سنه نص بالرفاهي والبنين وسي جمال قال لي نحب نعمل له ديديكاس هاك خويا ربي فضلك صاحبك عاد انيس لا انيس ربي كثر من امثاله اون بلوس معناها خويا نتاع السوارد وربي فضله وربي فضله يا خويا بنديري يا بنديري يا كل يوم عيد ميلاد انا كل يوم عيد ميلاد نشتح لانيس انا عيد ميلاد ساعي انيس احسن انيس في تونس والله معلم عجبني اخويا اخويا كيف يوصلوا ها جمال تو ما عادش نحم الكرسي هذاك حتى نقرر انا باش نحيه ما عادش نحم صحيح جمال عايشك سي انيس يا خويا خلينا نحكي مع سي انيس هيك هو باش نعديو حلقه كامله انيس نمشيو لولاد صفاقس 47 عام لامال بن عبد الله عسلامة امل امل ولا امال امال ولا امل امال 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 شنو حوالك يا امال الحمد لله صحة بخير الحمد لله شنو عامل صفاقس؟ لاباس اش طيبت اليوم يا امال؟ والله مشيت للبلاد اليوم مشيت للبلاد اليوم شاركت معنا امال يقول لي المعد شاركت معنا قبل ربحت ولا خسرت؟ نعم ربحت ولا خسرت؟ والله ديما السؤال ربحت لي قالوا لي خسرت قالوا لك خسر انا قلت لك راه مش قالوا لك مع شكون شاركت يا امال مش معايا مع جمال بالله وتو يا امال بالله يهديك ونستغربوا اللي انت خسرت ازر بروحك في القرعه المره ذي يا امال هذاك شنو نجم ننصح نقول خلينا بلاصه على الاقل يلا قد معنا يا امال ما تعرفش تليفون مشي لحيط هذا من 37 عام سي وائل حربيوي عسلامة وائل مرحبا اخويا مرحبا شعوالك يا وائل الحمد لله عايش اخويا صحه بخير الحمد لله هذا المباراه وائل ان شاء الله اخويا في الدار ولا في الخدمه يا وائل في الخدمه ما زلت في الخدمه وعارف كيسمع فيك ولا كيفاه لا ما نظنش كيفاه؟ ما تظنش ما لازمنا في الكرهبه انت متخبي في الكرهبه اي يا بيه والله عاجبني على الاخر ويا صريح فهمت معناها ما عنده حتى مشكله يتخيل تو بالزهر عارفه يبدا يسمع في فهم يمشي حل عليه الكرهبه قول له هاي بابا مش هوني فاهم فاهم العمليه على الاخر صحيت يا ويل صحيت يا ويل شو اسمه عارفك ويل مكرم مكرم شنو؟ لا لا مسكين الراجل نعطيك نمرود انتوا شنو تخدموا يا ويل؟ احنا برودكسيون باتيسري تراديسيونيل تري بيان يا مكرم يعني عندك البرودكسيون هذايا عمل تفقيد على الباركينج ما نستفيد خويا بعد ضمير احنا ضمير ضمير المهني أي ويل أمال باش نعطيكم سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يكون ضمن فريق جمال ساسي ولا ضمن فريق لمريم شملي باش نبدأ بك أنت يا أمال يلا أمال حاضرة؟ حاضرة هاي جاوب فيه سعادة أمال باش ما تختارش جمال هاي سؤال يقول أمال هاي أمال سميلي ثلاثة بلايص تمشي لهم في الكونجي البحر هاي هاي وسوسه صفاقس وسوسه عجبني على الاخر والله مال مال معلمه صفاقس وسوسه معناها في الكون جيت شدني السوسه ولا جتني صفاقس
ولا البحر. سبعة ثواني، برافو أمال، برافو، أقنعتني. سبعة ثواني وائل صديقي، لازمك تجاوب في أقل من سبعة ثواني. حاضر وائل؟ إن شاء الله. يلا سؤالي قول يا وائل. سميلي ثلاث حاجات نلقاهم في المارشي يا وائل. الخضرة والغلة والحوت. مختر وائل. ثلاثة إجابات صحيحة وائل في أربعة ثواني، برافو. أقول يلا سي وائل، كنت أسرع من أمال. جميل جميل شيء. والله رتحت ماء هو هذيا بكا بشوكا مريقلين توا راي تدعي لك بالخير نمرة فهمت، وتقول لك ارحم والديك فهمت. سي وائل تفضل، مرحبا بك انت وسي جمال ولا مريم، ومعاكم ملوكة هاك انتوما مالك، معاكم فرد 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 فريق دونك امال معاك مريم ومعاك مالك تتشاوروا باش نمشيو مباشرة لسؤال السرعة. جمال ساسي مريم شملي، شكون باش يكون اسرع البزار؟ والسؤال يقول له شنية المقولة الأشهر للأمريكي مارتن لوثر كينغ؟ I have a dream. I have a dream، إجابة صحيحة. سيتي صيحة للعدالة والمساواة. صحيح. ما برشا غاسيزم وقتها في أمريكا. أي. لتوا مزيد. ضد العنصرية. لتوا مزيد. صحيح. به لمريم. أي. معك أمال. مليك. مليك. ما سمعت صوتك يا مليك، أنا ما فهمتش. ما علاش خايف من الميكرو؟ ما كان جيت معانا المره اللي فات، ها صديق البرنامج انت تو صاي، تحب تقول كلمه لعمك جمال؟ لا لا، تتفرج في الخطاب على الباب. اي ها تفرجت فيك كان صغير حتى كبير؟ ما تفرجش فيك كان صغير اكل يلبس الدنجري هذاك حف حفه. هو حفه هو بيد ولا ريت. اي سبحان الله تبدلت عليه برشا، بدلت عليه برشا هذاك. هو عمي حفه هو بيدو. ها تحبه في المسلسل؟ على الاخر الحمد لله عندي يا ربي فضل. اي 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 معايا يا صاحبي فهمتي، خاطر عامل فيا سي وليد، عامل فيا ريت كيف كبر كبر تونا صغار شويه اخر. يا مريم امال عندكم 30 ثانيه امال، سؤال على نقطه، ركزوا تشاوروا تعطيوني الاجابه قبل ما يفوت التوقيت. السؤال يقول يا امال، قداش تستمر ولاية الأمين العام للأمم المتحدة؟ قداش تستمر ولاية الأمين العام للأمم المتحدة؟ الاقتراحات 3 سنوات، 4 سنوات، ولا 5 سنوات؟ أميل عندك فكرة؟ أربعة. للي خمسة. خمسة مش أربعة. بيعوش الضحكة، الضحكة ذي متاع ضيعة محروس. أنا متأكدة للي خمسة. أنت متأكدة من الريبونس متاعك؟ مش عارف ان شاء الله عليك. سالك ليه خمسه؟ مش شوفي خمسه. هاي امال نعرفها خمسه. مش تبع مريم ولا اسمه انطونيو غوتيريش؟ انطونيو نعرف كان انطونيو. انطونيو مليك انت شنو كنت جاوب؟ غوتيريش. انت عطول غوتيريش. غوتيريش اوكي. كان سالت كان سؤال هذا شنو تجاوب هكا بالزهر؟ شنو كنت جاوب؟ ثلاث سنين، اربع سنين، ولا خمس سنين؟ اربعه. كنت جاوب اربعه. وأمال قالت أربعة، ومريم قالت خمسة، وأمال تبعت مريم. هكا ولا أمال؟ طيب أمال تبعت مريم. أنت تبعت جمال المرة اللي فاتت ربحت؟ ما مشيتش معاه، ما لعبتش معاه. شنو ما قلت لي شاركت مع جمال ساسي ولا؟ جابت مريم وجمال قعدت ساكتة. بطبيعة الحال ما دام شاركت مع جمال ما لا غالب شنو تحب نقول؟ قعدت ساكتة. جمال ساسي راه كيفاش؟ بالرغم من الحبة راه جمال ساسي بالرغم من الحبة يعيشك يعيشك. نعرف 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 شي أقوى منا، شي أقوى منا. خلينا شوية على الأقل احنا رانا أمال أنت اليوم مع مريم ما عندك حتى دخل فيه، هو الفريق المنافس فهمنا. وهاي مريم منعتك وإجابة صحيحة، برافو، خمسة سنوات. أحسنتي يا مريم. مليك كنت باش تغلطنا مليك، ركز لي مليك عاش خويا هكا ولا ركز يا مليك تو توباك وكذا صحيت. يلا سؤال الأولوية مرة أخرى، جمال مريم يديكم على البزار والسؤال يقول له، شنو هو اسم أول جامعة في تونس؟ الزيتونة. الزيتونة، جامعة الزيتونة، برافو جمال.
اسمع منحسك ما فرحان بروحك برش مزير مزير هذه البداية ومازال مزير عرف تعرف في العضلات متاعك مزير في الأخل الهدي الهدي يا بن عروس اي وائل مازلت في الباركينج ايه بو مش باركينج هو ماشي ايه ويل نزلت في السيارة السيد المخرج قال لي يقول يبعثلنا سيلفي على الباج ما يحبوا فضوع بفضوع هذا دليل ايه ويل معك جمال 30 ثانية يا ويل السؤال يقول ما هو الودق؟ ما هو الودق؟ الاقتراحات شجرة مطر وإلا نبات الودق وائل ودق اي ودق شجرة بالدال اي ألف ولام وداقة هو عملت لك الحروف هي ماهيش نبات ماهيش شجرة الودق هي المطر بأن احنا في الطقس هذي اش نجم تكون؟ المطر هاي جمال سيدي ودق مطر جمال نعم المطر يقول يا وائل يا وائل بابا قل له يا راك منفخ في الودق كاني مطر كاني مطر مطر خاف لا تطلع شجرة اخوي جرك مشعبط انا شك في شجرة الودق طبعا ما دام قاسي جمال مترك او مترك انت كنت جاوب شجرة اي وانت واثق من روحك الرجل ها نعم نعم الودق لا الودق هو المطر لا علي هو قلت له واثق من روحك علي انا علي هو على جمال علي انا خممت اما سي جمال صح ممثل مسرحي باش باش يكون قوي في العربيه هو خير مني والله لا يغر والله مش صحيح والله لا يغر راهو في الكوجينه في الكوجينه داخل بعضه باش تحكي على مجلدات وباش تحكي على ادباء وشعر وغزل ورثاء عنا منهم هذوك مش كل عنا ساعه زي ديجا فهمت المشهد المشهور فهمت صديقي عبد الحميد الكو كو 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 يا حتايد الكوكوجين فيه الكوكوجين لا عنده المشهد الاخر نتاع ساق البقيري تو هذا خل تو قال هذه ساق ما تو هذا قال ودكم تو هذا ريحة دقات جمال ساسي برافو الودق هو المطر برافو هاي سوي الامور واضحه لحد الان الى حد الان الى حد الان ان شاء الله سنواصل السؤال اللي باش يفصل المباراة وهذا باش نضحك فيه انا على الاخر خاطر متاكد مالك باش يجاوب عليه متاكد انا صعيب معناها ننزل معناها طول متاكد انا اي جمال مريم شكون باش يكون اسرع البزور السؤال يقول قداش راسين كريم تاع مي راسين كريم تاع مي ها قداش شي حاجه في حال ضربه مي وفي الوقت لي راسين في شاشين دو راسين كريم 50 100% قداش راسين كريم تاع 10 في 10 10 راسين 10 10 والله محاسبي زاد والله محاسبي ها اه مازال ما قراش مليك مازال ما قريتش راسين كاري نسيت راسين كاري وفين عام احنا سكوندير سكوندير جذر التربيه اي 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 هو اسمه بالعربي بالعربي محليه بالفرنسي محليه وبالعربي مخيبو جذر التربيعي جذر 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 التربيعي جمال سيسي اعطتك كادو لماري كادو به ها هناني بناني سواء انا نزلت في بالي باش يجاوب هو معايا انت توا رميت اللوم الكل على مالك ريت كيف انت مظلمي اللوم في بلاصتك في بلاصتك نبدل البلاصه مش نقعد نقعد بعد عمي جمال هاي يا جمال هاي سيدي عمري مش فرحان لك برشا الحقيقه معرف تدخل قلبي من داخل ما تلقانيش فرحان نعرف ما تلقانيش فرحان حتى طرف اعلم هذا تعلم هذا نعم نعم وسننتصر وائل بابا فرصتك يا خوي شنو تحبني نقول لك دار بيك ما زلت باش تطول في الباركينج هذاك شنو حبيت تصور يا ويل معك جمال 30 ثانية يا ويل والسؤال يقول
شنو اسم الحيوان اللي يسمى صوته بالصهيل؟ اقتراحات: الجمل، البطريق، والا الحصان. حصان. الصهيل معناها تعرف معناها الصهيل عند شكون؟ حصان نورمال. مش نورمالمون، لازم نكون متاكدين نحن. الحصان يعني هذا صهيل. صهيل ايوه. ها؟ نعطيه اسمع، هذول مش تعشي في الباركينج انت. خلنا نتأكد من حاجة. مليك، شنو هو اسم الحيوان اللي يسمى صوته بالصهيل؟ الجمل، البطريق، ولا الحصان؟ شنو تجاوب انت؟ خلينا نتخيل الحصان. تتخيل الحصان؟ تتخيل ولا تجاوب؟ مانيش سور. عجب، ماهوش سور عمك. مالك صديقي جمال فرحانة؟ طبعا ترشخ في سويبك. ربح سبق. تعدينا للفينال، ما زالنا ان شاء الله فهمتي من بعد. طيب تعدينا الفينال. تعدينا الفينال واحدة واحدة للفينال. هذه هي ديما نحكي مش على حاجة. انا خاطر بعد شوي فما ظهري تريح ودق للرفيه هكا الدنيا مسحبة وعمك ويا القاعد في الباركينج برد عليه. تنتقل ما يصيرش. اي مليون عاد اللعبة فيها مليون، يلزمك تنتقل. شنو اسم الحيوان اللي يسمى صوته بالصهيل؟ الجمل، البطريق، ولا الحصان؟ اخترت الحصان. هكا ولا يا مالك؟ نعم نعم. جواب صحيح، برافو جمال. صديقي وائل مبروك عليك الدور النهائي يا وائل. يا مرد من الباركينج. صحيح. طيب امال الله غالب يا امال، ميسالش راك باش تعاود تشارك معنا مره اخرى، ما نسيبك لما تربح يا امال. اتفقنا؟ يلا على شكون تحب تسلم امال؟ اي نسلم على عائلتي ونسلم على اولادي ونسلم على امي خاصه. اي شو اسمها امك؟ أمي اسمها بسمة. اي لا بسمة، تحية كبيرة ليها وقول لها رد بالك. طيب قناوية بالكروفات، رد بالك. رد بالك قول لها يا مال. تحية ليك يا مال، سلم عليك ورشة على أهلينا الكل في صفاقس. بيك جمال شنو حاب تقول؟ اخويا الكروفات هذه باش تولي تشوف القناوية بالكروفات باش تولي شكون انت اللي كنتي المكتشف نتاعها. بالوقت تولي فهمت يا اخوي. تعرفش كيفاش؟ نعملوا حاجة يا اخوي. طيبها نجيبها صحيح، تجيب لنا نهير قناوية بالكروفات وكان نجحت فيها تنسميوها كروفاتي بهيشي هكا. هكا ان شاء الله الصيف الجاي فهمت نطيبوها هكا. الصيف الجاي فما قناوية تو؟ ما فما كونجلي يعني. لا 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 يزم قناوية خضر. سامحني ما تجيش مع الكروفات ماهيش. لا لا حتى الكروفات زاد حية ماهيش كونجلي. باهي اوكي. لا ما نطيبش بالكونجلي. والفلفل الاكحل تو نجيبوه من كذا ونجيبوا لك شوية. لا لا فلفل لبي. فلفل لبي. فلفل لبي ذا. شنو فلفل لبي؟ الفلفل بودر. فما فلفل لبي. فما فلفل لبي. ولا ما نعرفش. ما نعرفش الحقيقة ولا ما نعرفها. فلفل لبي. بارك الله فيك سي هشام. ريت كيفاش؟ على عيد ميلاد سي جمال. سي هشام ولا لم يقولوا لبنتهم ولا نور عزيزة بن جدي كل عام وأنت حي بخير، إن شاء الله 100 عام، إن شاء الله بالرفاهي والبنين. حط لها بربي. هابي بيرثداي. انزل شو اسمه؟ مغروم بالعيد ميلادات. انزل يا جميل انزل يا جميل على الساحة وتمختر كده بالراحة وتمختر كده بالراحة تمختر كده بالراحة. كل عام وانتي حية بخير عزيزة. احنا الروندة الأولى تنتهي بانتصار جمال ساسي. حاجة ما تفرحش برشا، ولكن للانتقام طريق واحد لمريم في الروندة الثانية. مليك ماكش عاجبني اليوم في الروندة الأولى، باش نجربك في الروندة الثانية. مازال ندمت لي حطيتك بعدها مريم، حطيته بعدها مريم سكتت الطفل. بدل بلاستك. شاملو كيما القسم. الشوط الثاني باش تبدل بعدها جمال. إتوال 600 إتوال واحد دياس كودي يوصلك ل 20 مليون كاش. ترتيع صغيرة مع البيب راجعين. الأربعة 37 دقيقة عليه في محل راديو، مازلنا واصل معكم حتى للخمسة متاع العشية. توال 600 توال واحد ديسكو دي وصلت لعشرين مليون كاش. نمشي والحفوز 18 عام سارة المنصوري. عسلامة يا سارة. عسلامة سارة. مرحبا. عسلامة. شحوالك يا سارة؟ الحمد لله. اش تعمل في الدنيا يا سارة؟ نقرأ. اش تقرأ سارة؟ توازيان.
شنو تروازيام اني شنو لتر المخرج اللي لقن فيق قال لي وين وين والله لا والله لا نخيبك يا دالي وين يا ساره تقرا اي المعهد شو اسمه معهد فرحات حشاد ما لا عندك عيبه بقلاوه سيف السناء ان شاء الله هكا ولا انا مش عطيك نصيحه برك ورد بالك تبع عمك جمال في اي حاجه في الادب عليه سلاحك خاطر فاش ياسر شنو معي عليه ولا لا في فورم مش فاش ياسر حكي فيش مش في فورم تحب تختارك ساره ظاهر فيها مرحبا بها هكا احساسي يقول لي قاعد ادافع عليك بشراسه ساره ميرسي ساره ميرسي دبر راسك هاي ساره اقعد معنا على التليفون نمشيو للقاسرين 47 عام سي عماد حقي عسلامه سي عماد مرحبا شنو احوالك يا سي عماد الحمد لله الصحة بخير عايشك يا خويا مرحبا هيا به عندي صديقي انا من القاسرين زاد نحبه برشا اسمه جمال حقي جمال حقي معلم لا هو مدير مالي صديقنا ولكن انتم عائلة كبيرة حقي في القاسرين ايه عائلة كبيرة عائلة كبيرة اي حاضر سي عماد حاضر تفضل سي عماد ولا ساره باش نعطيكم سؤال 10 ثواني اللي يعطيني 3 اجابات صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار يا يكون ضمن فريق جمال ساسي اللي سي مالك بدل بلاصته ومشى بحذاه مالك كيكا خير غادي خير ها تتخيل خير باش يكون الخير لا خير بحذايا خير ما انت كنت عملت له تراك يا مريم ديما راهو اي رجل في الحياه كي تبدا بحذا امراه جميله يولي هكا داخل بعضه ويدخل بعضه كي فهم دوك ما تلومش عليه كومبليمون هذاك وي بيان سور جمال بركه يقول لي كومبليمون فريمون سي ان كومبليمون دوبجي كومبليمون دوبجي دمار 60 ما تغزروليش ديريكت وان ديريكت كيما اثر هذا كيكا كانوا كي يقعدوا قبل في القهوه ذاكر وقتها حبقه وكذا كيكا جمال هذاك هو الدبار ما تلومش عليه دالي سوريا تبدا لهوني كل في كل شو اسمه كل لابان كل لابان يعرفها كل لابان كل لابان الشعر محدد شارلي ستون صحيت والبات با تليفون با تليفون دونك ما تلوموش عليه عندنا قومينا احنا قبل قومينا كيما الجيل تتشبع للجيل قومينا الحمد لله يا حسن الحمد لله هذاك ما قال لك الشعر انت نتصورها منك انت يا ساره حاضره يا ساره اي حاضره يا ساره جاوب في ساعات تبعتنا في الروندة الاولى اي شكون ربح في الروندة الأولى؟ جميل مالا محضرة روحها محضرة يا سارة جاوب فيسا يا سارة السؤال يقول سارة سميلي ثلاث حاجات تلقاهم في السبيتار دواء طبيب يلا معلم فرملية دواء طبيب وفرملية أحسنت يا سارة في قدم الثانية سيد المخرج أربعة ثواني برافو يا سارة نمشيو لسي عماد يا عمدة حاضر حاضر يزمك جاوب في أقل من 4 ثواني يا عماد السؤال يقول له عمدة سميلي ثلاث حاجات تلقاهم في مطعم سيرفير بابي سيرفير صحن صحيت أحسنت يا عماد أحسنت أما بين السيرفير والبابي سيرفير ضيعت لنا ثانيتين يا عماد 5 ثواني يا عمدة سارة كانت أسرع منك سارة لك الاختيار جمال ومعاه مالك اليوم هاكا عندك دو جينيراسيون مختلفين الجيل الجديد والجيل يكاد يكون قديم جدا ما حتى القديم ما عادش خلط عليه انت راك اي معناها كنت في من غياه بالزمن من غياه بالزمن من العصور الحجريه حنا باع الجاي قاعده يا ساره شكون تختار مريم ولا جمال ومليك جمال طبعا 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 يا ساره راك ما زلت صغيره عايش بنتي يا ساره ركز ها مقتنعه باختيارك مقتنعه الحمد لله لازم نجي نتفقد لك الباك انت في الريفيزيون لازم نجي نتفقدك
مانيش مرتاح. سارة مع سي جمال، عماد معك، مريم يا عماد. نمشي مباشرة سؤال السرعة، سؤال في المتناول، اللي بش يكون أسرع البزر أكيد بش يجاوب السؤال. يقول العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي هي لورو. لورو، برافو مريم. نزلت بجديدين. اي كيف شنو الفار ماذا يقول؟ سيسليم، عود لي سيسليم. اي شدك الفار. آه. كان انا ما تعملهم لي في استيدوما. لا هاوك سيسليم هاوك اخويا هاك التكنولوجيا تكذب. الفار ماذا يقول؟ اعطيني الاتجاه. لا 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 قانون. معايا شويه قانون قانون هذا قانون. انت هالموضوع حكم القاضي. تخصص إلي بعده. يا ربي معنا. تفضل أنصفك الفار سيسليم خوي من وراء الشاشات في غرفة الفار. غرفة الفار أقر وهو يحكم خوي عنده لما طبعا. أنا خاطيني هك شفت قال لي هك قلت له تفضل. الحمد لله جاب ربي. يا ربي معنا. لومش علي إلا مريم. يرسي سليم. لا لا ما تبديش زعما تستعطف فيه. مش نستعطف فيه. ماذاك شارون ما يفهمش. جيب له قاتو سليم. خي توا تخلى محمد الشيحة معنا الموعد نتاع البرنامج سخفت وانا فهمت ثلاثه كنت وحتى توا هو معايا مالك لا 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 انت ديما معاك هاو معاك انا فيش هاني قال لي خويا انا هاو قال لي كان مش تسليم راك عديتها عجيب. ربي فضلك هو شعب زاده هو بيدو من شعب. هذه تهم هذه تهم ستحاسب عليه ستحاسب عليه يا خويا. نسحب التهم صحيت. هاي جمال معك سارة صديقي 30 ثانية يا سارة. سؤال على نقطة. السؤال يقول شنو هو اسم المدينة الموجودة في أقصى جنوب الكرة الأرضية؟ أقصى جنوب الكرة الأرضية. الاقتراحات سيدني وإلا أوشوايا وإلا سالتا. سارة سارة نسمع معناها في الكره الارضيه في البعيد اللوطه بالكل اكثر معناها فهمت معناها اقصى مدينه تعرف شكوني قال اوشوايا ولا سيدني ولا سانتا سالتا اوشوايا 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 بشويه بشويه دخلت للفينال اوشوايا. ها يا سار اوشوايا. باش تتبع اي مالك شنو كنت تجاوب انت تبع عمك جمال ولا اي نتبعو. عجيب والله صوتك طلع توا تسرح من اما انا طريح بيس مع بعضنا طبعا. مو يعرف العرض بيس مليك ليه شويه والله سور انترنت خلي دليل بخاطر هذاك هو الزربوط ديجا وحده نقعدوا نقراو فيه ثلاث سنين احنا مش تعلموا الربطه نتاع القيطن. قيطن يا حصر. اي تعرف زربوط مليك؟ اي اما ما ما تاع تيوريك بون براتيكمون لا ها لين ما لعبته مره نلعبوا يا هرز بوه بوه خاطر بوه ولد حملنف دونك هاكا باقي خلي لهم في العادات القديمه نتاعنا. جميل جدا صحيت جمال سيسي اجابه صحيحه ومفاجئه. المتقويات اللي تاخذ فيها لا يمتش نيك هاو امنيتي نعرف ما نقولش وتتسمى أوشوايا مدينة نهاية العالم في بالك؟ يا أخي الأخرى اللي بالكل تعد عليها ميجلان وقت اللي مشايف شعمل كرة لدور الكرة الأرضية فأنت تعد على أوشوايا. أوشوايا في بالك بين تتعدى مغاد تعد... أنا حاضر قدامنا تعد احنا قاعدين في البرت وهم بتعدينا فما شو اسمه أحمد ساتور وطلعنا وقفنا ومحمد علي وسليم فأنت ونصفقوا فرحانين بميجلان وقت يتعمل في قهوة. لا لا يا جمال الضمار هذايا راه ما عليه هكا تكبلها في صعده ليميسيون عليه شعمت لك تراه وعطيناك كعبات دقله فرحنا بيه وامورنا وتعدى بطريق سلمى. لا البطريق وقت ما في باليش البطريق وقت ما يجيش لشيرتنا احنا. اوكي علاش غادي فيه المره الاخرى فهمتي بالجنوبي ما غادي مشينا الاخرى مشينا الاخرى تعدى اي تعمل بطريق مشوي والجو هذاك باني. لا البطريق يجي يجيش 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 هذه لازم نركز لك بالليل حمل بطريق شي طيب طيب روز 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 جربي ولا لا لا روز جربي ما بل الكبدة وشوية الحاجة تانية ما هو يجي روز ولا مشوي يجي مشوي مشوي وروز على الفحم
ألف عام إيه بالطبيعة عشر بونص طيب بي عندك نقطة وخليني رايد بالله ما زلت نص ساعة خلينا كم ربع ساعة والله ربع ساعة عندي روحك ربع ساعة عندي رسالة أخرى إجابة صحيحة سيبني إجابة صحيحة بغفو بغفو أنا نقطة لجمال وسارة مازلنا صفر من النقاط العمدة ومريم سويل الأولوية مرة أخرى جمال ومريم سويل يقول مقاطعة هونغ كونغ تتبع أي دولة؟ الصين الصين برافو مقاطعة هونغ كونغ مقاطعة كاملة مقاطعة. كانت تحت الحكم قعدت عند الحكم البريطاني 99 سنة مؤخر ما عندهاش برشا وفيها مشاكل طوى ويحكي وكذا فهمتي وحاسين مقاطعة في بالي بويكوت أنا مشكلتي طوى مشكلتي اللي أنا معناها عائلة حق عندي منها برشا أصدقاء الحقيقة كلهم القاسرين زياد وكريم وجمال وهاو طوى سعيماد عائلة كبيرة فهمت طوى عملت لي مشكلة معهم أنت ان شاء الله ليه ان شاء الله عمده بسمعني الصوت وعمده اش نعم يا عماد نعم كان ربح اخويا توا من سايبك لما تربح اتفقنا عايش يا جمال سيسي معك سر 30 ثانية وسؤال يقول له في اي بلد تمنح جائزة بافتا السينمائية جوك عديد الاقتراحات ايطاليا اسبانيا ولا بريطانيا إيطاليا فين؟ بافتا بافتا مش إيطاليا خاطر نتصور معناها فهمتي أنا بيدي ما نعرفهاش بالضبط الحقيقة لما نمشي لإسبانيا أي أنت التوقيت يلا سارة أعطيني الإجابة إسبانيا إيطاليا ولا بريطانيا؟ أي سارة بريطانيا كيف؟ لا سارة وفي التوقيت أعطيني الإجابة سارة بريطانيا قوي لي صوتك بريطانيا بريطانيا انا باش نسالك سؤال يا ساره شكون بحذاك فوسكا ساره ثم فوسكا شكون بحذاك يا ساره كيف اه خويا صغير بحذايا حد خوك صغير دار فيه سريع الحاج جوجل وي هكا احساسي يقول لي العصفوره هكا قالت لي إجابة صحيحة بريطانيا مبروك عليك الدور النهائي يا سارة مبروك عليك الفينال سارة نتلقاه بعد شوية عمدة لغالب يا عمدة نخلي لك كلمة الختام بشارك معنا مرة أخرى وإن شاء الله نشوف اسمك في القرآن بتاع 20,000 دينار على شكون تحب تسلم يا عمدة أي سلم على الأحباب والأصحاب والإخوة كل تونس كل وإن شاء الله كل تونس عام بخير ومرحبا بك ربي فضلك يا عماد محليك ميرسي بوكو تحية كبيرة ليك عماد حقي نسلم عليك برشا من القاسرين ونسلم على أهلينا الكل في ولاية القاسرين بعد شوية نفوترة فيك ترتاح صغيرة مع البيوب رجعين الأربعة وثلاثة وخمسين دقيقة على FM أحلى راديو مازلنا واصلين معكم حتى للخمسة نتاع العشرية إتوال 600 إتوال واحد ديسك يوصلك للعشرين مليون كجمال سيسي ينتصر في الروندة الأولى جمال سيسي ينتصر في الروندة الثانية مريم قتلك في الكواليس بليكا في الأوف قتلك كلمة قوية برشا العبرة بالخواتيم سمعتيش اه قبيك ما سمعتي حط موسيقى هي سمعتيش هي قالت انا وعاود تيلي خاطر مش نربح هنا مش نربح متاكد دخل من خرج منها يلا ساره وائل زوز شاركتوا مع جمال واحد منكم باش يستغنى على خدمات جمال سيسي باش نعاودوا القرعه من اول وجديد نبدا بك انت يا ساره والسؤال يقول ساره سميني ثلاث حاجات نخرجوهم من البلديه مظبوط هاي ما سمعتكش يا سارة الثالثة شنية عقد زواج شنية الثالثة عقد زواج عقد زواج ومضمون وتمبري تمبري في بالي مش تمبري ما يجبتش من بلدي بذر تمبري مش في البلدية يا سارة مثال شاي نمشي لوائل يلا يا وائل مطالب انك تعطيني ثلاثة اجابات صحيحة سؤال يقول
وائل سميلي ثلاثة خدمات تلقاهم في البوسطة. خدمات في البوسطة بعث تبعث فلوس هاي تدخر هاي تبعث كولي تبعث كولي. ثلاثة إجابات صحيحة، برافو صديقي وائل. وائل ثلاثة إجابات، صار زوز إجابات، وائل لك الاختيار، تواصل مع جمال وإلا تبديل السروج في راحة يا وائل. لا جميل شانجي نيكيب كيغاني فضل. خايف خايف عليك لا ترسي لك قاعد في الباركينج معلم وائل صحيح وصلت سريع جدا تكتكو صحيح. يلا وائل مع جمال، مريم معك سارة، نمشي مباشرة لسؤال السرعة. مليك كنت حب تعاون عمك جمال ما نزيد با، اتفقنا؟ يلا مريم جمال، السؤال يقول شنو الشعار الموجود في وسط علم الأرجنتين؟ قل له شمس، قل له شمس، قل له شمس 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 البارون. انت شمس انت ما تفهميش. جابة صحيحة مليك معالي المعلم، شمس عنا الأولوية. معاكم وائل، يلا يا وائل 30 ثانية سؤال يقول قصيدة عابرون في كلام عابر، عابرون في كلام عابر هي للشاعر الاقتراحات، محمود درويش، نزار قباني ولا أحمد شوقي؟ وائل أخوي قصيدة عابرون في كلام عابر هي متاع نزار قباني الشاعر هذا ولا أحمد شوقي ولا محمود درويش؟ أنا على حسب ذاكرتي محمود درويش. أنا بدي جبتي محمود درويش. نمشيو يا وهل عابرون يا أيها العابرون إلى حبة القمح في مهدها مر على جسدي، هكا يقول حاجك. مش قولك فيها مليك؟ أنا اللي يقوله أنا معاه. أكاو اللي يقوله هو معاه وجواب صحيح محمود درويش. صحيح مليك، أنا نصحتك ما تتبعوش برشا أنت دابا راسك. في هذية محمود درويش الله يرحمه، أنا أنت فلسطيني ساعة برشا الناس يقول فهمتي، هو يقول يا أيها العابرون مر ولا كذا كذا، وفي الآخر يقول لهم لن تعبروا. لن تعبروا، إن شاء الله الله لا عبروا. أي جمال عندك نقطة، مريم صفر من النقاط. سؤال الأولوية مرة أخرى، يلا يا مريم السؤال يقول تراسيلك 3-0 مريم. شنية جنسية الفنان صباح فخري؟ سوري. سوري جواب صحيح. والله خفت لا يروح 3-0. ايش معناه سوري؟ شنو سوريا؟ من سوريا صباح فخري من سوريا وسلام. مال شنو صباح فخري لبناني؟ غير صاحب صباح الليل الخلط. طيب فغالي جانيت فغالي لطف عليك لطف عليك اي فخري 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 ما سمعتيش ما سمعت كبرت يا بخي. يلا غالي يلا مريم معك سارة 30 ثانية والسؤال يقول يعود أصل تسمية القارة الأمريكية إلى الاقتراحات، نقصد به بحار وإلا البحار وإلا آلهة من آلهة الهنود الحمر وإلا نهر عظيم. نهر عظيم. ما نجمش نعاونك، أنا في بلاصتك نقول آلهة من الهنود الحمر، أما أي ما نجمش نعاونك الحق. عودة للاقتراحات، بحار وإلا آلهة من آلهة الهنود الحمر ولا نهر عظيم؟ أي سارة نهر عظيم. نهر عظيم جاوبني. أي أي سارة نهائي نهائي بدل سارة بدل أي سارة نهائي نهائي كيفه؟ آلهة من آلهة الهنود الحمر. أعطيتك فرصة وبدلت رايك، استغليتها. شنو تحب تقول؟ سبا لا خاطر نظلي معناها بحار على اسم بحار هو أميركو فيسبوتشي. إجابة صحيحة متاعك يا سي جمال، وجابتهم هما غلطة. بحار أميركو فيسبوتشي أفيسبوتشي أفيسبوتشي. إجابة صحيحة متاعك يا جمال، ضيعتوا نقطة. السؤال الأولوية مرة أخرى، دونك مازالت المباراة متواصلة. مريم جمال السؤال يقول عالم أمريكي اشتهر بأبو القنبلة النووية. أينشتاين. ليه؟ أمريكا ألمانيا أينشتاين. أوبنهايمر وعملوا عليه فيلم. فيلم ومشي هو لألمانيا يا أخي. أوبنهايمر. يلا ميسي الشاي هاي ما عادش عندي برشة توقيت. يلا سارة مريم 30 ثانية سؤال يقول شنو تعني عبارة شدة
من أزره اقتراحات. مدحه دعمه ولا وبخه شد من أزره وبخه. يا زي جمال تبدأش تعمل لها في إشارات وتتغش فيها. خلينا منعرفش منعرفش سارة إنا والعربية تفيدي. آه يا سارة عاد أنت عاملة لتر. أي صحيت أنت لتر عاد جوك أنا جو. كيفه دعمه شد دعمه شنو تعني عبارة شد من أزره؟ مدحه دعمه ولا وبخه؟ اخترت دعمه وإجابتكم صحيحة. برافو دعمه بيسير. برافو سارة. يلا بشوف كيستيان براج مباشرة مع شعنا برشا توقيت. مريم جمال السؤال يقول في عام قديش توفى شاعر تونسي صغير ولاد أحمد؟ 2016 ولا 2017؟ 2016. كيستيان براج. يلا مريم معك سارة جاوب صحيح مبروك عليكم 1000 دينار. جاوب غلط اوتوماتيكمون جمال يفوز بالألف دينار. هو ووائل السؤال يقول إن شاء الله شكون مخرج مسرحية الماريشال عمار؟ الاقتراحات المنصف ذويب، علي بن عياد ولا نور الدين القصباوي؟ تعرف سارة ولا جو كذا جميل. هاي سارة. علي بن عياد. نور الدين القصباوي. بزرق بزرق. هاي سارة جاوبني. اي اي جاوبني. اي كون مخرج مسرحية الماريشال عمار المنصف ذويب، علي بن عياد، نور الدين القصباوي؟ هي قتلك قتلك راو العبرة بالخواتيم. إجابة صحيحة مبروك عليك. لكن لا في السؤال هذايا خاطر إخراج مسرحية الماريشال فما الماريشال الأولى فما الماريشال الثانية. الماريشال الثانية إخراج عبد العزيز المحرزي ربي يشفيه ربي يشفيه. خسرت برا روح. لا للتوضيح برا انا عندي روح رياضية. مبروك عليك 1000 دينار من هدية اتصالات تونس. ويل مبروك عليك بونداجا قيمته 100 دينار من هدية اتصالات تونس. مليك معالي ميرسي بوكو. ميرسي بوكو جمال سيسي. ميرسي بوكو مريم. تحية كبيرة المعلم العظيم والقائد الكبير دالي باي ومحمد شاف الاعداد. نسلموا على سلاي سليم واليوم انصف الفار. تحية كبيرة لكم. نتلقاو ان شاء الله نهار الاثنين في نفس التوقيت. الى اللقاء ناس كلها.